ايوه يا دكتور، احنا لازم ننقل بابا المستشفى. يعني ايه يا دكتور؟ يعني ايه؟ طب ارجوك ما تتاخرش. سلام. افتحي الدور. ايه ده يا بابا؟ انت كاتب وصيتك؟ كمان نعيك؟ وموصي انه ما تتغيرش منه ولا كلمة ولا حرف. افتحي. ده مفتاح المدفن، خليه معاكي. حتى لو بقارن نفسي بيكي في الغلط، سارة انت احسن مني، انت بتعرفي تساعدي الناس اللي حواليكي، انا لا. حسين بص يا سارة، انا قررت ان انا ما اشوفش غير نفسي وبس، بغض النظر انا بني ادم وحش ولا لا، المهم ان انا هحاول اشوف نفسي. ممكن ادخل؟ بابا مش موجود. خلاص استنى بره. لا استنى، اتفضل بس سيب الباب مفتوح. ده هو مفيش فايده فيك؟ مفيش منديل، اعمل ايه؟ قولي وانا اجيب لك. ماشي. بص يا حسين، احنا كلنا بنغلط، بس في فرق ما بين ان احنا نغلط في حق نفسنا وبين ان احنا طول الوقت نغلط في حق اللي حوالينا بسلوكنا. انت فاهم حاجه؟ طبعا فاهم. انا قلت ايه؟ طيب لا 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 لا، انت بني ادم مش طبيعي خالص على فكره. يعني اشيله في جيبي يعني؟ اديهولي. مش طرفي؟ انا لسه هقرف. انت اساسا كلك على بعضك كده كتله قرف متحركه. الله يكرم اصلك. لا خلاص بلعتها. صباح الخير. لا بعد الساعة 12 بنقول مساء الخير. بابا من فضلك، أنا من النهاردة عايزاك تحضر معايا سيشنز علاج الولد ده، موافق ولا لأ؟ أكيد موافق طبعا. حسين. إيه؟ ما ينفعش تحشر نفسك في كلام الناس. معلش مش موافق، إلا لو أقنعتيني إنه البني آدم ده هيخرج من هنا واحد تاني، وانه البني ادم ده يقتنع انه لازم يخرج من هنا واحد تاني. موافقين؟ ديل؟ ديل ديل. يا ربي لا، هو مفيش فايده. من فضلك امشي، انت مفيش منك. طيب انا 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 عايز ادخل الحمام. ما بعد ايه؟ هناك عندك هناك. مش طبيعي. انت بتدبسيني معاكي؟ الصراحه عشان لو فشلت تفشل معايا. يعني افشل لوحدي يعني؟ كنتش فاكرك لئيمه كده. تربيه من حل. ايه بيفكرين اعالجك؟ انت بتعالجني بس انت مش واخد بالك. ايه يا ابني يا حسين، عبات البيت كله، انت فطران ايه؟ والله يا عم انا فطران فوق البيت. لا 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 لا، كده كتير، كده عيب قوي قوي قوي. مفيش فايده. اهلا بيكم في حلقه جديده من شنطه حمزه. يا دي النور يا دي النور. يا سلام. ايه ما تروح تحضنها احسن. عمرك ما عليك. روح بوص الكاميرا. عمرك اتفضل معانا. مش بقول اول مره تشرفنا من على الباب كده.
النهارده جايب لكم معايا شويه حاجات جميله، ترامادول وشويه ادويه تانيه مخدره انا من الحقيقه ما اعرفهاش، على شويه ادويه صيني من اللي بيعملوا دماغ كيمياء. بلد شابة زي مصر شبابها هو القوة الحقيقية. تخيلوا البلد دي لما يكون ترتيبها الثالث في عدد المدمنين على مستوى بلاد الشرق الأوسط. شفتوا كارثة أكبر من كده؟ وأكيد العدد مش كله بيتعالج، وأكيد أنتوا كأهالي عايش معاكم مدمنين وأنتوا مش عارفين. يلا نبدأ. طبعا مش هتطلع اي فاصل لغايه ما تخلص مع عبد الظاهر. انجي انا بشكرك ومش عارف اقول لك ايه بجد. ما تقولش حاجه، خلاص الموضوع ده خلص. وبعدين هو دخل مصحه كويسه قوي، مش هزار يعني. طب ارجوكي تشكري حسام على كل حاجه عملها معانا علشان نقدر نعرف ليه النسبه دي كبيره. سعدني ويشرفني ان يكون معايا في الحلقه دكتور عبد الظاهر الشرقاوي، صاحب احدى المصحات الكبرى في علاج الادمان. اهلا بيك يا دكتور. اهلا بيك يا استاذ حمزه. احب بس انوه اننا لما رحنا عشان ندعو الدكتور ما رحناش المصحه، رحنا كباريه صغنطت كده هو بيهنكر فيه. ليه بس كده يا حمزه؟ ليه بدري قوي؟ اولا ده مش كباريه، ده مطعم محترم انا مشارك فيه. مطعم محترم، ما علينا. المهم بقى كلمني عن المدمنين وطرق العلاج في مصر. من خلال المصحة عندي والحالات اللي شفتها اقدر اقول لك ان سبب التقصير البيت، ومن هنا الشاب بيتحول لمدمن. الغلط في الاب والام. يا سلام. والمصحة؟ المصحة بتعالج الحالات دي على أعلى مستوى. فعلاً. طب لو في مصحة بتبيع المخدرات للحالات اللي موجودة فيها علشان الأب والأم يفضلوا يقعوا في فلوس، وفي نفس الوقت يدمن المدمن العلاج جوه المصحة؟ لعدم رؤية حضرتك الكاملة، علاج المدمن أحياناً بيحتاج لأدوية مخدرة ومهدئة في حالات كتيرة. تخيل، فعلا أنا معرفش الموضوع ده. يعني ولد أدمن الترامادول، تديله الترامادول بنفس الجرعة، ده إيه العلاج ده؟ أنا ما قلتش كده. أمال قلت إيه حضرتك؟ أيوة، بس في المصحة عندك بيحصل كده. ما ينفعش حضرتك تقول كده، ده ضرر باسم المصحة. انت في ايه يا استاذ؟ انت بتسوق سمعتي. انا غلطان اصلا ان انا جيت هنا. من غير كلام كتير من فضلك. دلوقتي في تقرير مصور من داخل المصحه عند الدكتور عبد الظاهر بيبين فيه ازاي المخدرات بتتباع جوه. بس قبل الفاصل احب اقول لكم حاجه لكل ام واب بيسمعوني دلوقتي. ركزوا مع اولادكم شويه. الفكره مش انك بتجيب فلوس والولد يتعلم، تزرعه في ولادكم هدف وهو صغير. كفايه تفاهه بقى. تلت ارباع شبابنا حلمهم يكونوا ابو تريكه او تامر حسني او احمد عز الممثل طبعا، او التاني. انا مش بقلل من حد، كل الناس دي كويسه، بس عمر البلد ما هتقوم لو كلها ابو تريكه او تامر حسني. احلام صعود سريعه. نروح للتقرير. يا جدع يا جدع، ده انت صاحب السعاده. نفسي مره واحده بس اشوفك بتضحك يا اخي. بس لو ضحكت وشي بيبان طفولي شويه. وشك بيبان ايه؟ طفولي شويه. طب فين حبوب السعاده يا تاجر السعاده؟ خد. ايه ده؟ لا هتشيلك كمان. على قد حسابك. لا يا جدع، اعمل معايا واجب. والله لو عملت معايا واجب الشهر ده اظبطك ظبطه السنين. بطل بحي بطل. حبيب قلبي اكتب صوتك يا بيم. بس حسيت
اني عايزه اعمل كده. قمت صليت. مش محتاجه تبرري لما تيجي تعملي حاجه صح او حاجه انت حاساها، خصوصا لو كنت عايزه تصلي. زي ما بتعملي الغلط ببجاحه اعملي كمان الصح بنفس البجاحه. شكرا. المهم مين اللي ورا التوبه اصلا؟ توبه؟ مش عارفه. يمكن بابا؟ يمكن. يمكن اللي حصل لابو هبه تفتكري؟ مش يمكن حسين؟ مش عارف. مش عارف. هعمل نفسي هبله وهصدقك. قولي لي بس عرفتي تصلي؟ يعني عارفه المغرب كام ركعه والفجر كام ركعه ولا اللخبطه ايه؟ مش هتطلعي بره ايه؟ اطلع بره ايه؟ انا هفضل قاعده كده على قلب. يا بنتي بقول لك الصح، عايزه اعلمك. والله العظيم ده اعلم 10 زيك. يا سلام. يا سلامين. طب قومي يا حاجه جايبين لنا كاسين. اطلعي بره. سفله وحقيره، اطلعي بره. ده سلوك واحده بتصلي وناويه تتوب؟ ده سلوك واحده مال اهلك اساسا. ايوه خدي ذنوب اكتر، خدي ذنوب عشان اخد حسنات. انا هدخل الجنه يا بنتي، انا داخله الجنه كده. بره بره. ثانيه واحده، هي بتقال كده. بره. امونه بتقال عليكي بره بره. امونه رد عليكي؟ لا. مش طالعه. اهدافي يلا ورينا وانت فاشله. تعبان قوي. تعبان عنده ايه؟ احنا في المستشفى. مستشفى ايه؟ ليه ايه؟ ليه اول مره نخرج مع بعض تبقى الصبح كده؟ وايه المشكله ان احنا نخرج الصبح؟ في مشكله؟ ايوه حاسس ان انا جاي اتكلم في شغل، واللي انا اعرفه يعني لما اتنين يجوا خارجين مع بعض يعني بيبقى بالليل، صح؟ يعني بيبقى مود لطيف، كلام فيه احساس، حاجات كده يعني مش الصبح. ومين قال لك ان هنقعد نتكلم في كلام واحاسيس و... بص يا فتحي، انا كنت عايزه اقابلك عشان عايزه اقول لك حاجه تخصني انا انت ما تعرفهاش. حاجه تخصك انت؟ طب اتفضلي. بص، من غير مقدمات ومن غير تزويق في الكلام ولا لف ودوران، أنا اتجوزت قبل كده واتطلقت. ومالك بتقوليها كده ليه؟ أنا اتجوزت قبل كده واتطلقت. شوقي السيد. وأنت عرفت منين؟ أنت ليه مصممة تنسي إن أنا بقالي كتير قوي في الميديا من زمان وعارف كل حاجة؟ وعادي يعني مفيش مشكلة؟ لا مفيش مشكلة. مشكلة أنا مديرتك في الشغل؟ لا ما عنديش مشكلة أنت مديرتي في الشغل. بص يا فتحي، أنا عارفة إن أنت ممكن تكون بتقول الكلام ده دلوقتي. بس بعد كده لو حصل نصيب واتجوزنا في حاجة كتير قوي هتيجي في بالك. منهم طبعًا أنا أكبر منك في السن. وثانيًا أنا اتجوزت واتطلقت وأنت ممكن يكون عندك فرصة أحسن مع واحدة لسه ما عندهاش أي تجارب قبل كده. وكمان انا مديرتك في الشغل. فتحي، انا فشلت قبل كده وما عنديش استعداد افشل تاني. خلصتي؟ اه خلصت. تمام. بص بقى، اول حاجه موضوع ان انت مديرتي في الشغل ده متهيألي موضوع ما بيضايقنيش، لان انا بشوف شغلي وانت بتشوف شغلك، ومتهيألي برضو انا شغال معاكي مش شغال عندك. ثانيا، موضوع ان انت اتجوزتي وطلقتي قبل كده دي حاجه ما تعبكيش ولا تعيب اي حد اتجوز وطلق، لان متهيألي الموضوع في الاول والاخر اسمه بسيط. تمام. ثالثا بقى، وده الاهم، موضوع فرق السن اللي بيننا ده.
بيفرقش معايا خالص. ليه بقى؟ ان انا بحبك وانت كده، انت زي القمر في سنك ده. لما تكبري احبك، لما تعجزي برضه هحبك، لما تكرمشي وسنانك تقع هفضل احبك. ايوه انا هفضل احبك في كل الاحوال. فهمتي ولا عيد تاني؟ ايه الرياكشن ده؟ فهمتي؟ دهاني يا بابا. هو كده من الصبح صحى وينام تاني. قلت للدكتور؟ قال لي جاي بكره. طب ونتيجة التحليل ايه؟ ما رضاش يقول لي حاجه. بفكر اقول لدكتور تاني. هتقول لدكتور تاني ايه؟ ده احسن واحد بيعالج الحالات دي، معروف بالاسم. هاني هاني. ايوه حاج، ايوه حاج. عامل ايه يا حاج؟ لو جالي حاجة يجي أبوك وتكتب على هبة، فاهم؟ يا حاج بعد الشر عليك، بس ما تقولش كده. يا ابني أبوك ما يجي تتجوزه على طول. سامع يا حاجة؟ حاضر يا حاج. بابا أرجوك كفاية، مش عايزة حاجة غيرك. ما تنسوش. الورقة دي هتكتب فيها الحاجات البوزيتيف اللي انت شايفها في شخصيتك، وانا وبابا هنكتب برضو نفس الحكاية ونشوف كل واحد شايف ايه. يعني انتوا هتكتبوا الحاجات البوزيتيف اللي فيكم؟ لا طبعا، احنا هنكتب الحاجات اللي فيك انت. مش بالراحة، أنا بفهم على فكرة، بس يعني افتكرت إن كل واحد هيكتب إيه الحلو اللي فيه. أنا موافق، هكتب البوزيتيف اللي في حسين والبوزيتيف اللي في سارة. ليه يا بابا؟ هو ملوش دعوة بيه. عشان نعرف الفرق. هاتي ورقة تانية. اسمع، من فضلك اديني ورقة تانية. لو سمحتي من فضلك اديني ورقة تانية. عايز الورقة التانية ليه؟ الحاجات الإيجابية اللي فيها كتير والورقة دي مش هتكفي. انت بتهزر؟ على فكرة انا المفروض اخد منك الورقة دي، انت مفيكش حاجة إيجابية اصلا. مش لا 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 لا، انا اصلا خلاص خلاص مفيش وقت، اكتب وانت ساكت. خلاص. لا لسه. أنا قلت خلاص. بابا تحب تسمع مين؟ أنت. مفيش. مفيش. مفيش إيه؟ مفيش ولا أي حاجة بوزيتيف. يا سلام. إيه طريقة الكلام دي؟ وبعدين اتعلم تتقبل النقد. اتفضل قول أنت. زكي، لماح، بفكر كويس، طيب، وسيم، كريم. ايه ده؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ جبت منين الكلام ده؟ لا ده لسه فيه في الظهر. مناضل، نظيف، واضح. كفايه. انا شايف نفسي كده. طول ما انت شايف نفسك في كل الحاجات دي عمرك ما هتتغير. انت فيكش ولا حاجه من الكلام ده على فكره. طب ممكن اسمع عمو؟ عمو؟ انكل. اتفضل يا بابا. هقول اللي انا شايفه في ساره الاول وبعدين في حسين. طبعا مش بنتك. بتقول ايه؟ انا ما بقولش حاجه. ساره طيبه، كريمه، بتحس باللي حواليها قوي، في قلبها رحمه. رحمه؟ ابتدينا كدب بقى. جميله، هاديه، ام حسين، ذكي، لماح، طيب،
عنده اسرار بيفهم بسرعه. ذكي؟ ازاي تقول ان هو ذكي وانا لا؟ ازاي يا هو؟ استني بس 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 ما تسيب الراجل يكمل. انا خلصت حسين. طيب ولماح؟ انا شايفه كده. انا مش مستغرب انه ساره ما لقيتش اي حاجه تكتبها عنك. عارف ليه؟ ليه؟ لان كل اللي انا قلته ده فيك فعلا بس مش باين. لانه في حاجات كتيره قوي مش كويسه مغطيه عليها. بس انا متاكد ان كله ده جواك. صح يا ساره؟ صح يا بابا. أنا محمد نال. جاله فشل كلوي ولازم يزرعوا له كلى. طيب معلش اهدوا اهدوا، الموضوع ليه حل وأكيد ممكن نلاقي متبرع إن شاء الله. أنا المتبرع. وأنا رحت فين؟ الموضوع مش بالسهولة دي يا جماعة. لازم تعملوا تحليل الأول ونشوف إذا كان هينفع ولا لأ. كان زي الفل. فجأة حصل كده. مش عارفة ليه. لا 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 زينب كده ما ينفعش، كده ما ينفعش بجد. ايه دي؟ العمليه بسيطه يا جماعه بقول لكم وليها حل واكيد ممكن نلاقي متبرع ان شاء الله. يعني انت معقول انا اللي هتبرع؟ وبعدين الدكتور بيقول ان الكليتين باظوا. يعني ليه الراجل ممكن يعيش بكليه واحده؟ وبقول لك في متبرعين كتير في الحكايه دي. يا عم انا اللي هتبرع، انا اللي هتبرع. ماشي يا هديل ماشي اوكي، نعمل التحليل الاول ونشوف. اهدوا ايه يا زينب ايه دي من فضلك. انت مش ملاحظه انك اتغيرتي؟ هو انا ملاحظه. انت عارف انت عملت فيا ايه؟ جننتني. خليتني اشوف كل حاجه متغيره. الدنيا معاك حلوه. انا بحبك بموت فيك. جنى انا عايز اتجوزك. ممكن ما نتكلمش في الموضوع ده؟ ليه؟ علشان مش عايزه افكر ابدا ان انا وانت ممكن نسيب بعض. سيب بعض ليه اصلا؟ بتهرج صح؟ لا مش بهرج، انا بقول لك عايز اتجوزك. انا عندي ما ينفعش اتجوز واحد مسلم. بس انا عندي ينفع. وبعدين ما انت هتفضلي يعني مسيحيه بعد الجواز، ايه المشكله؟ انت عايزني اعمل حاجه في اهلي؟ الاوفر ده مش للدرجات. لا للدرجات. الموضوع ده انا مش عايزه اتكلم فيه تاني ابدا. وبعدين مش انت اللي علمتني ان انا لما اكون مبسوطه ما افكرش في اي حاجه تزعلني؟ انا الموضوع ده بيزعلني. جان انا مش عايز افضل كده. حتى لو سافرنا بره واتجوزنا بره ويعني كل واحد فضل على دينه، اهلي بعد فتره هيتفهموا الموضوع دوت. انت عايزني اسيب اهلي؟ جان انت كده كده كنت هتتجوزي وتسيبيهم. بس انا كنت هتجوز واحد مسيحي زي. طب يعني الناس اللي بره دول بيتجوزوا دول ايه؟ مصطفى انا ارثوذكسيه، يعني لازم اتجوز جوه الكنيسه. ما ينفعش لو اتجوزت بره الكنيسه، الكنيسه ما تعترفش بالجواز. يعني الناس اللي بره دول مش مسيحيين؟ لا مسيحيين بس بيتجوزوا مدني. ده عندنا غلط. جن اكيد في حل. مصطفى انا مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني علشان خاطري. انا وانت كده مبسوطين مع بعض. اه انا بحبك وانت بتحبني صح؟ بتحبني اكيد يا جان. بس انا مصطفى علشان خاطري مش عايزه اتكلم في الموضوع ده تاني. عشان خاطري عشان خاطري بجد. جان ازيك؟ اهلا ازيك عامله ايه؟ مارينا. اه لو صار مصطفى. مينا اهلا بيك. خلاص ماشي اتصلي بيا. اكيد يا حبيبتي بعد اذنك. اتفضلي. مينا ما كانش لازم يعني. انا اسفه اسفه بجد بس ما كانش ينفع اعمل غير كده. اسفه.
أنا خلصت. أنا هبتدي. السلبيات: لما بتظلم ما بعرفش أخد حقي، ملول. بس. يعني بس؟ كمل. دي الحاجات النيجاتيف اللي فيا؟ نعم. أيوه. أنا بقول إنه مش طبيعي، محدش مصدقني. لما بتظلم ما بعرفش أخد حقي؟ أنا شايف نفسي كده. كده في عينك. اهدي يا سارة. ما ينفعش كده. ده مش أسلوب كلام. قول لها. قول لها عشان تعرف إن أنا لما بتظلم ما بعرفش أخد حقي. خلاص أنا اتكلمت يا حسين. اتفضلي يا سارة. أوكي. عشوائي، همجي، كذاب، حشاش، عنيف، أناني. إيه ده إيه ده إيه ده إيه ده؟ كفاية حرام على أهلك يا شيخ. أنا آسف. استفزتني. أنا هقول عيوب سارة. عنيدة، مرات كتير ما بتسمعش الكلام غير لما تتقرص، بعد كده تسمع الكلام، لكن ما تبينش انها فهمت. عصبية شوية وبس. اما بالنسبة لك انت يا حسين، فعيبك الوحيد ان الظروف ما ساعدتكش انك تبقى كويس وبس. بس لا، ان شاء الله يا انكل الفتره اللي جايه باذن الله الظروف هتساعدني ان شاء الله. السلام عليك يا بهججه يا صديقي. اهدي الاخبار الحلوه بصحيح. طب والعالم دي اقدر اطردهم امتى؟ لا لا لا، تمام، متشيلش هم، انا عندي اللي ينفذ. زين، ما عليك، على بركة الله. أنفذ؟ تقدر تتحرك. أهدي الأخبار الحلوة بصحيح، الواحد دلوقتي يقدر يحتفل. عايز دم معاليك؟ زين، إحنا معانا حكم محكمة، هتطلع تخبط عليه هيطلع لك، تقول له استاذ راتب احنا معنا حكم بحكم، زود معاك يبقى هيوحشنا. تقبرني معاك. بس من غير دم. يعني لو نقطتين صغيرين كده يعني مفيش مشاكل؟ وانا مش عايز احرمك من حاجه، على المهم هو راجل رخم جدا. نقطتين صغيرين. يا سلام، توكل على الله. ونعم بالله. انت رايح فين؟ رايح شقه. انت عارف انهي شقه ولا تودينا في داهيه؟ اللي قدام عليك. يخرب بيتك، ده سياده اللواء هيسجننا. الله، امال فين؟ اجيبها لك ازاي؟ الشقه اللي فوقيه على طول يا زين. طب ما ستك ما تجيب لي العنوان. ايه ده؟ عنوان ايه؟ الشقه اللي فوقيه على طول يا زين. دي شقه. في واحده زيها فوق. طب شارع ايه؟ يا رب. ده ممكن يضيع فرحتي النهارده. بس العمارة هنا سبحان الله. زي ربنا ما خلق الشقة دي خلق اللي فوقيها. توكلنا على الله ونعم بالله. ايه؟ خدها معايا؟ خدها. مبسوط على فكرة إن أنا أو إن إحنا يعني كنا مع بعض النهاردة. وأنا كمان. لا بس أنا أكتر يعني. تليفوني أستاذ حمزة. ألو؟ أنت فين يا زفتة؟ أنا في مشوار. عارف إنك في مشوار. اعملي حسابك إن أنا عازمك على العشاء. حفلة كده.
حفله بمناسبه ايه؟ لما تيجي هبقى اقول لك. فتحي معاكي؟ فتحي؟ مش معايا. طيب انا هكلمه. ماشي اوكي. اعملي حسابك. مع السلامه. ليه ما تروش نقلة معاك؟ أنا مش قصدي يعني هي جت بالصدفة، بعدين أنا ما كنتش عاملة حسابي على السؤال ده خالص. أنا عارفة طبعًا إن أنت ممكن تكون زعلان. فتحي أنا عارفة إن أنت عايز كل الناس تعرف اللي بينا. بس استنى شوية، يعني في حاجات ما بيننا لازم نرتبها الأول. ممكن ما تزعلش معاك. ماشي، أنا مش عايز أدي فرصة لأي حاجة تضايقني النهاردة، عشان اليوم ده النهاردة غريب وجميل من أوله كده. يا ريت. تليفونك استاذ حمزه. بقول له ايه دلوقتي بقى؟ حبيبي انت فين يا ولد؟ انا في مشوار. انت في نفس المشوار اللي فيه ايه؟ ايه؟ لا انا بجيب حاجات للبيت كده، امي بعتت لك اجيبها لها. وراجع على طول. في حاجة يا أستاذ حمزة؟ لا يا حبيبي مفيش. أقول لك اديني آية. خدي بسرعة. مش أنت اللي عملت كده؟ أيوة. أوعي تكوني فاكرة نفسك صايعة. في الأصيع منك. من جهة في قصيع مني ففي قصيع مني أكيد. بقول لك مش ناوي تقولي بقى الحفلة بمناسبة إيه؟ أخدت حكم محكمة إن أقدر أطرد الراجل اللي فوق وآخد الشقة. يا ساتر يا رب، ليه كده؟ مش من حقه. الشقة دي قانون قديم، وأبويا الله يرحمه كان واخد خلوه من جده، وبعدين أبوه قعد فيها، وبعدين هو عايد لي فيها، يعني جده أبوه وبعدين هو. ايوه بس انت هتعمل بيها ايه؟ هبيعها طبعا. دي شقه تجيب لي 2 مليون جنيه. 2 مليون؟ يا حرام. ده على اساس ان انت معكش فلوس خالص. ده انا هموت واعرف انت بتعمل بالفلوس ايه. انا كمان نفسي اعرف انت وفتحي بتعملوا ايه دلوقتي. خد بالك انا صحيح سفير سابق، صحيح راجل محترم، بس انا صايع وافهمها وهي طايره يا بنت. بس عايزه اقول لك بقى انها لسه ما طرتش.